اهلا وسهلا الغزوله ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من كل قلبي انكم تكونوا بخير وعلى خير. ناري شحال جلست هنا في الطوموبيل، جيت للكارفور وجلست بزاف، كنت كنهضر مع ماما، باقي الكاسك عندي والله العظيم، بقيت شي مني درت هكا لقيت ساعه تقريبا وانا كنهضر في التليفون. المهم كي دايرين الغزوله ديالي؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيانين، الصحيحه مزيانه. المهم جيت معكم فيديو جديده اللي اليوم غادي نصورها من برا، يعني من الزنقه. انا حدا كارفور هنايا. المهم دوست ولقيت بلي اكسيو بداو كيصايبو، ما عرفت بحالي باغيين يحلو، حيت غادي نعاود لكم علاش. وشنو بغيت نقول لكم؟ وي المهم علاش جيت على كارفور، يعني صراحه ما محتاجاش الخضره ولا شي حاجه، عندي كلشي تبارك الله في الدار، يعني ما محتاجاش هادشي، محتاجه ديك لي سيت دو طابل نزيدهم، وفي نفس الوقت ناخذ واحد المقيله، يعني كملت لي تيكي ديالها وديك الشيء صافي، هادشي اللي محتاجه نورمالمون الا ما جبرت شي حاجه نزيدها، يعني فوالا، يعني شي حاجه ضروريه، سينو راه ما محتاجه والو الحمد لله. واللي محتاجه هي نديكم معايا الفالفوغي فين كاين حدا المارشي، باقي نرجع تما، تما واحد الحانوت هنديه، يعني تما فين كيبيعوا ديك الورقه ديال البغيك اللي كنقول لكم زوينين، وكيبيعوا تما حتى ديكشي ديال الهنود. وانا محتاجه واحد لافارين تاع الهنود اللي مسميه تشاباتي، تشاباتي مكونه بلافارين ديال البواشيش وواحد الزريعات اخرين وقيله، كنظن فيها الماغو فيها البيضه، يعني بحال الفرس ولا الدقيق الكامل. مي تشاباتي بغيت ندير بها واحد الملوي معمر هندي سميتو هالو كيباتا، فوالا. المهم هذا هالو كيباتا كتكون معمره داخل، كيجي زوين وبنين، وبغيت نديرو خاصني ضروري ديك لافارين دو تشاباتي اللي غتكون بيضه كتجي به زوينه. ايوا صافي نديكم تما ونعرفكم على بزاف ديال لي زانغريديو اللي لقيتو خاوي، نقدر نصور لكم شويه حيت كوميم مزير ونوريه لكم، ومن هاني تاخذوا فكره على عود الحوان ديال الهنود شنو كيكون فيهم. فوالا الغزوله ديالي. المهم هذه من جهه، وشنو اخر؟ دابا ندخل لكارفور نوري لكم داكشي، ديك لي سيت دو طابل فين كنجبرهم باش اللي بغاتهم اولا اللي بغات دير بهم ديكوراسيون بحال اللي درت انا في بيتي اولا اي حاجه. المهم نصور لكم لي ديكوراسيون اللي عندهم الا جبرت شي حاجه جديده عندهم تما، وصافي نبدلوا الجو. ودابا تقريبا السيمانه الجايه غادي يكون 11 ماي، كلشي غادي يكون محلول ان شاء الله، وهاد القضيه غادي نهضر لكم عليها باسكو بزاف د البنات كيقولوا لي واش رحنا في الكونفينمون حتى لشهر 7. المهم غادي نشرح لكم هادشي من بعد، غادي نجلس ونشرح لكم كلشي. يلا البنات، المهم نعاود لكم شو مقبيل وانا في التليفون 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 جيت نصور لكم مع عاوتاني مورا دي صالي. المهم انا جيت نوري لكم منين كناخذ ديك لي سيت دو طابل، هادوك كناخذهم من هنا، كيكونوا هنا في هاد الغايو فين كاين الكيسان وفين كاين لي بوجي. المهم غادي تلقاوهم هنا، هادو لي سول اللي كاينين، وكاين واحد ماركه اخرين مي هيدا، هادو العاديين، هادو العاديين وقيلا دايرين 2 أورو 10، وهادو 2 أورو 50، با هادو لارجومو ميو. واللي زوين فيهم هو هاد الكحل، عاد زوين هاد الكحل هنايا زوين. المهم كاين بزاف ديال الحاجات، بزاف ديال لونجمون هكا اللي كيديروا شبيكات داكشي، اثمنه زوينه، ولكن المهم راكم عارفين دابا بيانتو غادي يحلوا كلشي اكسيون، هذا والاثمنه كيكونوا فيهم مناسبه عاوتاني اكثر. المهم دابا انا غادي نمشي، خديت هاد الجوج هادو اللي محتاجاهم في البيت نقطعهم، وهذا وخديت راس الحانوت وديك المقيله اللي محتاجاها، جو سي با واش ناخذ شي حاجه نمشي لجهه لي فخوي نشوف الباستيك نشوف، وانا معاك ها الحبيبات ديالي. يلا سنكون كارفور. المهم خديتهم مني، كملت كنت معمره شويه ديال الفينيات فواحد التيكي، ايوا من عطاوني لي فينيات ولقيت بلي كفاوني مشيت خديت واحد المقيله اخرى، خديت الواك اي الشغيو ضربني في رجلي كتفني، او او واو يوم لابسه جوجينغ، عقلتوا على هاد الجوجينغ كنديرو شاك فوا كنسافر ولا حاجه، كيعجبني خفيف خفيف يعني فريمون صوف 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 صوف، مكرهوش تبرد هاد الحراره اللي كاينه. ما علينا البنات، المهم غادي نديكم معايا عندك الهندي، وكنت غادي نمشي حيت انا علاش خرجت نيت، خرجت على داك الفارين تشاباتي ومن بعد خرجت على المهم علاش خرجت الاخر على ودي اللحام وديكشي اللي محتاجه المركز وديكشي، كنا بغينا نديرو الباربيكيو البارح صداع بزاف، كنا بغينا نديرو الباربيكيو البارح وفي الاخر شرينا بيتزا، خدينا من بيتزا حيت دائما مره في السيمانه ولا في سوا في رمضان سوا في الايام العاديه كناخدو من برا الماكله، يعني كنا في الاول كنا نمشيو للغيستو مي دابا كناخدو من برا مره في السيمانه هكاك، والبارح كانت ديال شي حاجه هكاك.
مع ما درناش الباربيكيو عملنا بيتزا تايم، ماشي بيتزا تايم صراحه، جاب بيتزا من واحد غير مورا الدار، راه لتحت شويه من لابوس، راه لتحت شويه خرجت لنا زوينه احسن من هاد البيتزا تايم، ما عرفت منتوكا ولفنا بيتزا تايم ما بقيناش كنشوفوها زوينه. مهم هذا بالنسبه لهاد المقيلات، انا ديالي عندي غادي ناخذ ماما هاد صافا البنات. المهم انا خديت المقيلات، خديت هذوك الجوج، شنو خديت اخر؟ خديت له لسام واحد الكادو، دجاجه فوقها فوق واحد البانيو ولا ما عرفت، وتما ديك البيضه غادي يعجب له، المهم غاديش نخليه له ياكلو كامل. صافي المقله الاخرى فوالا، و فرماج بلون سون سون ماتيير غري، وخديت البنان لي با غون شوز. انا جيت يعني هنايا الكارفور هي ولا على المقيله وديكشي، المهم فرماج غابي وما بغيتش ندير كارفور ابري، وتشهيت النكتارين والخوخه البنات مطيرين في الثمن، فريمون مطيرين في الثمن، وصل ل 5 اورو، كان 6 اورو دابا داروا له 5 اورو، انا قلت ناخذو كوميم. المهم خديت كيلو كيلو صافي اش غدير. المهم غادي نسد، غادي نشوفكم، غادي نمشي الاول لفين كاين فالفوري اللي قلت لكم، واقيلا اللحم غادي نجيبو من فالبريم هاد الخطره، صافي لونطو ما خديتوش من فالبريم مي كوميم. يلا حبيبات ديالي غادي نحط في الطوموبيل ونمشي نرد الشاريون، وها انا معكم البنات. شكون اللي سبق شدوها البوليس في هاد الكونفينمون؟ جامي دلا فيلا بروميير فوا عرفتو. وقفوا هنا كيوقفوا الطوموبيل بالطوموبيل، ما فهمت والو، كنقول مالهم هادو كيقلبوا على شي حد اللي هرب لهم ما نعرف باش. صافي وقفوا هنا، اول مره ندوز من سونتروفيل سونتروفيل باسكو سدوا واحد البلاصه من لهنا. صافي وهما يوقفونا وتعطوا عليا كوميم، ومني جا قلت له وي 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 بونجور، حيت باغا نمشي كوميم يعني بغيتو يجي لعندي، حيت كانوا ثلاثه جا عندي وقال لي زعما واش عندك لاتيستاسيون دو سورتيير، قلت له وي، قال لي عافاك عطيها لي هي ولا كارت ديدونتيتي ديالك، عطيتها له قال لي حطيها هنايا على على هاد لوبور هذا ديال ديال اوبا. المهم سمحوا لي السوغان طوموبيل راكم عارفين. المهم قال لي حطيها هنايا على هاد العيبه هادي ديال الطوموبيل باش ما يحاديهاش. صافي قلت له ها هي، ووريت له لاكارت من هنايا. من بعد قال لي كنشوف بلي خرجتي دابا هادي زعما شي اكثر من ساعه واقيله، قلت له وي وي مشيت نعمل سبارو مراد بيصوني، قلت له وي مشيت ندير لي كورس ديالي في كارفور، قال لي كنظن كانت تما بزاف الناس، قلت له وي بوغ لاطونت كانوا بزاف الناس بصح. لاطونت خدات منا شي بريسك 30 مينوت، كان لاطونت ديالهم كبيره يعني المكازا خاويه، مي لاطونت كيخليو الناس بزاف يعني ما بقاوش يدخلوا بزاف الناس اونصوم. صافي قلت له با بيان سور وي، وقلت له عاوتاني راه الكارفور راه بعيد راه في ليماي وكناخذ الوقت ديالي حتى ناخذ داكشي اللي خاصني. صافي قال لي ودابا غادي تمشي بحالك، قلت له في الاخر وانا تفكر بلي باقا ما شال فالفوري، قلت له نو 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 فيت جو في الي شيرشي لا فيوند باقي وعاد غادي ندخل بحالي. قال لي وفين غادي تشري هاد لا فيوند؟ قلت له في الفالفوري فالبري واقيلا. قال لي اوكي باقا لي وصافي وبون جورني وهذا. نورمالمون رانا عندي الدغوان ندير لاتيستاسيون نخرج ندير لو كورس لا جورني باسكو ما عنديش ليميت ديال ساعه، ليميت ديال ساعه الا كنتي غادي تمشي غديري لا مارش او لا سبور يعني ديك سورتي بريف، كاينه واحد سورتي كيقولوا لها سورتي بريف يعني على شي حاجه ماشي بحال لا بوست بحال شي حاجه بحال هكا يعني ماشي شي سورتي تاع لو بوزوان ديال لي كورس ولا ديال ديال السبيطار ولا حاجه بحال هكا يعني هذيك لا سورتي عندك اينو وتكوني وحدك في الكيلومتر الكيلومتر ما عرفتش نسيت شحال من كيلومتر مي تكوني غير في الدوره ديال الدار يعني بحال بعض المرات بعض المرات ملي كيكون عندي الوقت ولا السمقه زعما مصفره كنخرج السم على لوطور ديال الدار يعني كنخرجوا من هنا من الباب ديال الدار وكندخلوا من الباب ديال الجردة فوالا هادشي صافي غير باش يحرك شويه الدوره الدمويه ولا كنخليها في الجردن داخل صافي فوالا وهذيك لا سورتي هذيك خاصها غير ساعه. المهم البنات دابا غادي نمشي لفالفوغي راني دايزه ماشي شاده الطريق، غنمشي ناخذ ديك الشباتي وديك اللحم اللي خاصني ونزيد حالي للدار. المهم البنات انا في فالفوغي شتو ديك الحانوت فين كاين فالفود ريستورون ولا فين مكتوبه برودوي برودوي اكسوتيك ايوا تما هذيك هي ديك الحانوت مام راه اون فاصل فالبريم فين كاينه مشاروكا 78 شاروكا 78 بالنسبه للبنات اللي البنات المكازا اللي قلت لكم عليها نتاع الهنود هي هذه شاروكا 78. المهم راه هاد الكراجات يبانوا لكم مسدودين مي هما هنايا محلولين راه كوتي دفالبخيم، كوتي دفالبخيم ليه.
المهم البنات فين ما مشيت تلقاو لاكور هنايا، لاكور خطيره خاصنا شويه عرفتوا عيد. المهم المكزم داخل راه سي با اغريابل، راه هذيك الشباتي كيف قلت لكم فيها انواع. هاتو هي هادي شباتي كومبلي، كاين فيها هاد الماغو هادي، وهاد الماغو هي اللي ما كتصلحش لديكشي اللي بغيت. مي هاد الخنشه ديالهاش داك هادشي كبير الساك ديالهاش ديري 10 شحال فيه من كيلو هذا؟ دير 9 اورو كبيره. واش مكاينه الصغيره؟ واش انا غادي نعجن هذا كامل سيريو؟ هذا هو اللي ما خاصش تاخذو، خاص الاخر. مي خاصني شي وحده صغيره. ما دابا نوري لكم ديك الورقه البنات، راه عندهم كل شيء، عندهم كل شيء كل شيء. ديك الورقه اللي كنستعمل ديال البغيك هي هذه، ها هي هي هذه هذه كيدير لها 2 اورو كنظن. وي عليزي مدا وي خلاتني المهم البنات اللي بغيت نقول لكم هو على لي زيبيس وديك اللي العيبات اللي ايترونج هكا ديال شي بلد مختلف كلشي عندهم. المهم هنا داك الشيء ديك لي زيبيس كاملين تاع الهنود، هادشي هات مندرا، المهم داكشي كوري باودر، كلشي كلشي داكشي. ناري البنات ما نعاود لكمش، فالبخيم ديجا كان عامر عامر عامر. الو جيت عند البوشخي اللي هنايا، ما عرفتش كي سميتو هذا، سميتو فيوندا تلاس، فيوندا تلاس. المهم عنده اللحم زوين ديجا كناخذ منه، مي صراحه ماشي شي حاجه اللي كناخذ هذا دائما منه، يعني ما كنجيش هنايا على البوشخي، كنمشي او ميم طون عند شي معكازا او ميم طون فيها البوشخي. علاش؟ المهم غزالات ديالي انا ساليت، دابا غادي نديكم معايا وغادي نجلس نكمل لكم الهضره وصافي ونشرح لكم كل شيء اللي كاين. ويلا هو بقاو معايا انا غادي ندخل. والله الا تحمرت عرفتوا النهار كله راني، يعني ماشي النهار كله، مي قبيله راني على برا وصافي غادي نشحف نشحف نشحف. دابا الدار الرحمه عرفتوا على صوت ما نعاود لكمش، والله ديك الجو نتاع البحر والغط. الحبيبات ديالي والله الا سمحوا لي اليوم عرفتوا فرطت فيكم ياكم ما صورت لكمش بزاف، مي ماشي مشكل. المهم اليوم فلوق معايا الجرا وجرا وراكم عارفين، يعني مشيت تقديت وريت لكم داكشي اللي كناخذ وصافي، وريت لكم ديك المكازا باسكو بزاف ديال البنات سولوني حنان فين غادي نجبر ديك الورقه، حنان فين غادي نجبر مثلا ديك القوام ديال الهنود، يعني باش هذيك راه مساله ديك تندوري وديك شي. المهم هاد الحانوت هادي بالنسبه للناس اللي ساكنين في مونت اولا اللي كيجيو يديروا مثلا كيوصلوا لمونت لاجولي، يمشيو عند هاد شاروك 60 شاروك 78 سميتو، راه كاين في سونتر فيل حدا رومبو اللي كتدي للسينما، كاين واحد في ديك القنت عنده حتى الحوايج ديال الهنود. وكاين هذا اللي في المارشي، هذا اللي في المارشي عنده بزاف، عنده بزاف 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 ديك التلالج، عنده ديك الورقه، عنده الحوايج هكا ديال افريكا، عنده ديك البنان هذاك اللي كيقلي، وعنده شي شكل ديال الفروتا، شي شكل ديال الخضره عندهم اللي ديفيرون علينا هذيك الشيء ديال الهنود. وعنده المشروبات الشاي، الشاي ديالهم اللي كيشربوه عندهم بزاف بزاف بزاف، ما تصوروش البنات شحال عندهم ديال الحاجات. غير هو ديك الشيء مزير وكان الناس بزاف، وسبحان الله في الفالفوري ما يديروش لكم فين موانا، شفت داكشي كلشي جالس مع بعضياتهم كلشي كيتهاود زعما فريمون فشي شكل. مي ان شاء الله يا ربي يكونوا ما كيحادوش في يدين بعضياتهم، مع انني شفت شي وحدين كيتسالموا باليدين وهذا كيضربوا في اليدين بحال هكا. مي فوالا يعني خاص يديروا اتونسيو كثر باسكو هذا المرض راه ماشي سهل، راه فريمون خاصو غير السبب باش يلصق بنادم. ايوا الله يحفظ كل واحد وصافي. مي الحانوت مزيره بزاف. المهم بالنسبه لافارين شاباتي طارت طارت طارت، بقى عنده معايا 10 كيلو و20 كيلو، الو خديت 10 كيلو باسكو ديك لافارين ندير بها لوكيباتها مثلا، ندير بها لي غوسيت ديال الهنود، وميمتو تقدري طيبي بها عادي جدا، طيبي بها بحال لافارين عاديه، يعني ما كاينش فرق مع انها هي فيها شي زرار اكثر، ولكن طيبي بها بحال الكومبلي عادي. المهم غير ناكد لكم الا خديتو هذه اللي في اللون الاصفر اللي وريت لكم اللي كتكون بيضاء، لافارين ديالها كتكون بيضاء، هذيك كتكون احسن، كتجي رطبه وهشيشه، يعني بحال نقولوا حنا الفرص ديالنا. سينو الا خديتو الاخرى شويه كتجي الحاجه مدقصه بها قاصحه، يعني غادي تصلح لشي حوايج اكزاكت، مي ماشي ماشي المسمان مثلا شي حاجه بحال هكا. فوالا غزالات ديالي، الموضوع اللي بغيت نهضر معكم مع الناس ديال المغرب، يعني البنات اللي كاينين في المغرب ولا في البلاد بصفه عامه، سورتو الحسيمه، انا هادشي جاني من الحسيمه وشي بنات سولوني في لي كومونتير اوسي. البنات بالنسبه للكونفينمون راه حنا ما عندناش حتى لشهر 7
الحجر الصحي ما عندناش حتى شهر 7. حنا الحجر الصحي غادي يتسالى ان شاء الله السيمانه الجايه 11 في شهر 5. رحنا اليوم راهي 8 في شهر نو اليوم 8 في شهر ولا شحال. المهم ما باقي لناش بزاف، باقي شي 4 ايام وغيتسالى الحجر الصحي. الحوانت غادي تحلوا في السيمانه الجايه، غادي تحلوا الحوانت، كل شيء غادي يكون نورمال. غير هو كاين كيف غنشرح لكم، كاينين لي زون غوج ولي زون فيغ، يعني كاينين واحد المناطق اللي اللون ديالها اخضر، كيف غنقولوا لها حنا نعطيو لها واحد اللون اخضر، ومناطق اللي في اللون الاحمر، اللي في اللون الاحمر باقي عندهم الخطر، واللي في اللون الاخضر تعدوا الخطر ولا صافي، يعني ما بقاش عندهم الخطر بزاف، يقدروا يخرجوا، يكون عندهم ديكونفينمون بواحد الطريقه زوينه، يخرجوا يمشيو للبحر، يمشيو لي بارك، يتلاقاو، يمكن يتلاقاو مع لا فامي، وهذا يمكن كنظن هادشي. سينو لي زون الحمرين حنا رحنا منهم، الناس ديال المونتلاج اللي رحنا في لي زون حمرين، هذيك لا زون غوج يعني واخا تخرجي خاصك تبقاي في الاحتياط ديالك، بيان سور الماسك لي غون، داك الساعه غادي يكون كلشي متوفر ان شاء الله مع الحوانات. المهم الماسك لي غون او ميم طوم التلميش بلا ديك لي ريونيون فاميليال بزاف، ولا ديك لي ريونيون فاميليال من الاحسن لا الدري ما الدراري ديالك ما ديهمش الباك، ما تقدريش تمشي يمكن للبحر، يعني تقدري تخرجي غتقضي حاجه وتزيدي. هادشي اللي غادي نقول لكم، سينو راه ما محبوسين حتى لشهر 7. ما هاد الخبر راه ماشي صحيحه، ما عرفتش شكون قالها لكم، مي ماشي صحيحه. ماكرون رئيس ديال فرنسا قال باللي لو 11 ماي غادي يكون ديكونفينمون، يعني ما يبقاش الكونفينمون والدراري يرجعوا للمدرسه. وقالوا لي مبروك سام طلع المويان سيكسيون سيفطوا لي واحد الايميل قالوا لي باللي سام دابا عنده المويان سيكسيون ان شاء الله، باسكو انا قلت لا ميتريس باللي ما غاديش نجيبو، قلت لها ما غاديش نجيبو تو سامبلومون، ما غاديش نقدر ندي ولدي انا للمدرسه الصراحه، ميمي الا كان رجع الحال عادي ولا هذا، انا كنعرف باللي غادي تكون ان دوزيام فاغ ولا ما عرفتش، ان فوا يخرجوا الناس بحال هكا عاوتاني هذا عادي، هذا ما عرفتش، ما مطمئناش للقضيه، ولكن مخنوقين نكذب عليكم، مخنوقين بالحوانات بلا هادي بلا هادي، بعدا يخليو الحوانات وندخلوا لهم بحالهم بحال كارفور بالصف وبالحطيات وبشويه ديال الحاجات، وكل واحد ياخذ حاجته يمشي بحاله. انا الحاجه الوحيده اللي محتاجه لها هي يتحل سيرجو ماجور المغازه اللي كناخذ الحويجات لسام، باش ناخذ الحويجات ديال الصيف والمايو دبا ان شاء الله الا كانت شي فاكونس. المهم مايو دبا ناخذ له داكشي اللي محتاج، ونمشي للنايك ولا اديداس ناخذ السبرديلات، ما بقاوش كيجيوه مزيرين صافي، الصنداله باقي عنده هذيك ديال جيوكس كتجيه، الوغ ناخذ له داكشي اللي خاصو، انا ما خاصني حتى خير، عندي كلشي وكيوصلني كلشي حتى للدار، ومني كنسافر راني كنشري كنكسي راسي من ال زد فوالا، يعني من انا يعني الا احتاجت شي حاجه تكون بسيطه ناخذها سوغ انترنيت يا با دو بروبليم. وديجا سام درت له لا كوموند سوغ انترنيت حتى داك الساعه نوريها لكم صافي. اش نقول لكم، يعني فريمون ما عرفتش، ما متاكداش انني نقدر نخرج براحتي هكا، ما عرفتش، كنظن انني نخرج نقضي داك الشيء وغادي ندخل عاوتاني نكون في الكونفينمون عادي جدا، ونخرج مره في السيمانه كيف كندير لها دابا، نمشي نقضي عاوتاني شغلاتي لي كورس، الا في حالتين هكا كنبقاو نخرجوا بثلاثه بينا، يعني انا ومراد وسام ملي غنكونو كنخرجوا، وبالنسبه لسام يكون عنده شويه ديال الحريه انني ندير لشي بلاصه. مي فين هادي فاش بقات لا بيسين ما نقدرش نديه له باسكو المحال يمكن غادي يكون انتيردي. الجرده ما عرفتش مع الدراري تخلطوا امبوسيبل، سينو لو كان ديتو للمدرسه ما عرفتش كيفاش غادي ندير لولدي فريمون، والله ما عرفت سي با، ما عرفتش واش كاينه شي بلاصه تكون بخيفي، فين غادي تلقاي بلاصه بخيفي، لو كان عندي شي جريده ندير له بيسين، لو كان عندي الجرده لو كان درت فيها لا بيسين غاف، لو كان حطيت له فيها لا بيسين بالطوبوغو، شنو نقول لكم مي فريمون ما عرفتش. ولكن المهم بور لانستو حنايا في لي زون غوج باقي ما عندناش ديك التصريحه انك ديري اللي بغيتي، هادشي اللي بغيت ناكد لكم. سينو الناس اللي في لي زون فيغ قولوا لنا عافاكم شنو اللي قالوا لكم، واش تقدروا تمشيو للبحر، تقدروا ديروا اللي بغيتو. اللي كانت من اللي قال عاوتاني واحد البنت كتسولني مسكينه على الحدود، واش حلوا الحدود، اولا قالت لي مني حلوا الحدود، المهم تحيه ليك نسيت سميه، قالت لي مني حلوا الحدود حنا نعافاك قوليها لي، وقيل راجلها راه في المغرب ولا عائلتها ولا ما عرفتش، المهم محتاجه تحل الحدود. بالنسبه لماكرو ما قالش باللي غادي يحلوا الحدود، اللي قال واكد عليه قال باللي كيظن ان هاد كيقول زعما بحال لي 100% هاد الصيفيه غادي ندوزوها في لوروب، قال في لوروب ماشي في فرنسا، قال في لوروب، يعني تقدري تسافري لاسبانيا لتركيا، تركيا واحد النصف وصافي ماشي تركيا كامله، حيت واحد النصف ديالها راه هي
راه هي في اوروبا وفيها واحد النص من اسطنبول كيتحسب على اوروبا. الوغ تقدري تسافري لتما. انطاليا باغ اكزومبل، انطاليا راهي في اوروبا اللي كاينه في تركيا. فوالا يعني تقدري تسافري انطاليا، اسبانيا، بلجيكا، هولندا، نابورت، ايطاليا، المانيا، تسافري فين حب الخاطر. حيت اسبانيا عندها البحر زوين، الوغ اسبانيا البحر زوين وكل شيء، وكاين بزاف، كاين لا غريس، كاين بزاف 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 ديال البلايص في اوروبا انك تسافري لهم وتفيزيتيهم. وهو هذا المومون الناس اللي ما كيسافروش في فرنسا باغ اكزومبل اولا في اوروبا يكتشفوا اوروبا الاول يسافروا. هذا ما كان غير باش تبدلي الجو الا كانوا عندك وليدات كبارين باش ما يدوش عندهم الصيف بحالو بحال العام ديال الشتاء. هاد القرايه كيحتاجوا يبدلوا الجو، كيحتاجوا يسافروا، وماشي ديما ضروري البلاد 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 كلها صيف، ماشي ضروري دائما نفس البلاصه كلها صيف. على داكشي كنقول لكم يعني تقدروا تاخذوها من الايجابيات، يعني حتى الا اوتيريزونا اننا نسافروا بعدا في اوروبا راه الحمد لله. المشكله يعني ما راه حناش مسدودين في فرنسا بوحديتها، وحتى الا كانوا قالوا لنا فرنسا بوحديتها كاين ها باريس، ها بوردو، ها ليون، ها هادي كاين بزاف مارساي على نزل البحر. المهم اللي بغى يشم ريحه البلاد راه في مارساي الحوت وديك الشياك وهادشي اللي كنسمع عليها ما عمر شفتها. مي فوالا المهم يعني كاين الحمد لله، ولكن الانسان هو بقات واش عندنا الضغوان نمشيو للبحر، واش عندنا الضغوان نكون حيت البحر راه كيكونوا فيه الناس كتار وكتر كتر، ويلا بقينا في الكونفينمون وعطاونا الضغوان نمشيو نسافروا اوروبا راه غادي يزيدوا في الاثمنه خياليه الناس ديال الطياره ودلي زوطيل وديك الشيء. وفي نفس الوقت ديك البلايص اللي توريستيك وفيهم البحر وفيهم هذا راه غيعمروا بالبشر، وحيت ما يكونش عندهم لو شوا، شي كيهبط المغرب، شي كيمشي لالجيري، شي كيمشي لتونس، شي كيمشي للامريكان، شي كيمشي لدبي، شي كيمشي ما عرفت فين، كل واحد فين كيسافر، كل واحد كيجد الاتجاه، شي برازيل شي. دابا غادي يكون عندهم اتجاه واحد والاغلبيه فين كيفكروا البحر وتوريست. الوغ غادي يعمروا شي مدن، غادي يعمروا يعني غادي يكونوا فريمون هكا سي بور سا. ما عرفتش فريمون، وكاين اللي غادي يجلس في دارهم، ولكن صعيبه في مونطلاجولي فريمون صعيبه. ملي كيكون الصيف كتكون الصاط، وانا عندي الدار مفجه، هي زوينه كتدخل لك الضو من هنا ومن هنا ومن هنا. انا الدار ديالي كتعجبني من التفجاج ديالها زوين، يعني مضويه والضو هذا، ولكن ما تصوروش ملي كتكون الشمس، واحد الشمس والغط، ديك الغط على ما كنهضر لكم راه نكون كندير لكم الخنقه ديك الغط مني كيكون وانا ريال البنات والله ما تنفسي. عرفتي شعلي الفرفارات ولا ديري اللي بغيتي، انا ما عنديش لاكليم، واخا تكون عندك لاكليم ما يقضي لكش في الدار كامله. مي فريمون واحد الفرفارات وهذا، يعني كنقولوا علاش نديروا لاكليم على شهر واحد في الصغيره، شهر واحد اللي كيكون هكاك. مي فوالا يعني ما نعاود لكمش كي كيكون الحال، وكتكوني محتاجه واخا لسيمانه د الباكونس. المهم ربي يفرجها علينا. غير بغيت نقول لكم باللي بور لانستون اللي قال هو انه عندنا الدغوا ندوزو هذا الصيف غير في لوروب، كيف قلت لكم ما قالش في فرنسا، قال لوروب. اون فافوار من هنا الفوق مني غيدي كونفيرم، يعني السيمانه الجايه مني ما نكونوش في الكونفينمون، غادي نشوفو كي غيكون الحال وكيفاش يرجع الحال. وبالنسبه للحدود راه باقي ما حلوها له بور لانستون. فوالا الا حلوها راه غيحلوا الحدود ما بين اوروبا وصافي. فوالا سينو البلاد وديك الشيء يعني البلاد ولا ما نو. هذا ما كان حبيبات ديالي، هادشي اللي كنظن. ويلا وقعت شي حاجه اخرى ان شاء الله يا ربي وتعافى كل شيء، راه كل شيء غادي يولي كي كان ان شاء الله يا ربي، وكاعبين نمشيو نشوفوا عائلتنا ونشوفوا والدينا وكل شيء. هذا ما كان الغزالات ديالي. المهم كنتمنى انني نكون شرحت للبنات اللي كيسولوني، وشوفوا رانا كنشوف الميساجات ديالكم واخا ما كنجاوبش كل شيء في لي كومونتير، مي ان اللي كتكون تما شي سؤال مهم او لو ما قدرش نجاوبك تما حيت ما تفهميش راه كندير فيديو كامل، ما تدوش انني ما كنجاوبش ولا نو با دوتو، غير ما كنلحقش نجاوب كلشي باسكو فريمون كيكونوا بزاف د البنات وكنقرا كلشي، مي باش تجاوبي كلشي شويه صعيبه، غير هو ملي كنلقى الوقيته راه كنجاوب كلشي. فوالا حبيبات ديالي كنحمق عليكم وحده بوحده، كنتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه، واخا ما قدرش نصور لكم بزاف د الحاجات باش ما نثقلش عليكم. وفوالا مهم غادي نمشي ان شاء الله، وغادي نشارك معكم ان شاء الله الا درت شي حاجه في النهار ديالي. المهم اليوم غادي يكون جورني باربيكيو باسكو ما درناش البارح، الو غادي نستمتعوا به ان شاء الله، ونشوف داك الساعه واش نفيرمي لكم ولا لا. المهم على حسب. يلا حبيبات ديالي كنحمق عليكم وحده بوحده، وتهلاو لي فراسكم والله يحفظكم وصيامكم مقبول ان شاء الله وبصحه فطوركم عليكم. باي باي.